ما أجمل أن يعيش الإنسان في هذه الحياة وهو صابر في جميع جوانبها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. إن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن متاعب الحياة كثيرة، ويأتي على رأسها بالنسبة للمهاجرين ابتلاء الهجرة والصبر على متاعبها والبعد عن الأهل والبعد عن الوطن إلى آخر هذه الأمور، إضافة إلى بعض المشكلات التي يواجهونها في تربية أولادهم نظرا لابتعاد المجتمع عن كثير من الأمور التي نادى بها الإسلام. والمسلم في إطار هذه الأمور يصبر عليها، وإلا يكون مصيره إما أن يبتعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وإما أن لا يصبر على معصية الله عز وجل، فيكون مصيره جهنم وبئس المصير. ولذلك أحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نوصي أنفسنا دائما بالصبر. والصبر حينما يستمع إلى هذه الكلمة الكثير من الناس يظن أن الصبر فقط يراد به أن يصبر الإنسان على المصيبة أو على الابتلاء. هذا يعني مجال واحد من مجالات الصبر. الصبر له مجالات متعددة. من هذه الأمور أو من هذه الجوانب الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، يعني أن تصبر على صلاة الجماعة، أن تصبر على الحضور للمسجد لصلاة الجمعة، أن تصبر على الصوم، بكلها أمور يعني هي طاعة لله سبحانه وتعالى، والمسلم لابد وأن يصبر عليها حتى يأخذ الثواب الجزيل والأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لأن الصلاة تحتاج من الإنسان إلى الصبر، يعني كيف يقوم الإنسان لصلاة الفجر، كيف يأتي الإنسان ويترك العمل ويأتي إلى صلاة الجمعة، كل هذه الأمور تحتاج من المسلم إلى الصبر، لأنه يعلم الجزاء الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى له حينما يصبر. إذن هذا نوع من أنواع الصبر أو مجال من مجالات الصبر. نوع آخر ألا وهو الصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى. يعني المسلم بتقابله فتن كثيرة، لا سيما في هذه البلدان المفتوحة، فتنة الشهوة وفتنة النساء وفتنة المال الحرام وفتنة الربا، كثيرة هي الأمور التي تفتن الإنسان وتجعله يقع في معصية الله سبحانه وتعالى. ولكن المسلم بيعصم نفسه من الوقوع في هذه المعاصي وفي هذه الفتن بالصبر، أن يصبر عن المعصية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. يعني شهوات الإنسان وفتن الإنسان من الممكن أن توقعه في النار، ولكن بصبره عن معصية الله سبحانه وتعالى يكون من أهل الجنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من أهلها. وقال ربنا سبحانه في أواخر سورة النزاعات: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الذي يخاف مقام الله سبحانه وتعالى ويصبر عن معصية الله عز وجل وينهى نفسه عن الوقوع في هواها وفي شهواتها يكون مصيره جنة الأرض والسماوات والأرض. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن هذا نوع آخر من أنواع الصبر، الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله. وهناك نوع من أهم الأنواع ومما لا شك فيه أن كل مسلم يحتاج إليه، ألا وهو الصبر على الناس، الصبر في تعاملك مع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال في حديث رواه الإمام أبو داود في السنن بسند صحيح: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف النفس الإنسانية، نفس الإنسان معقدة المشكلات، وكل واحد في نفسه هو شمس الوجود في نظر نفسه، ويظن أنه لو غاب عن المجتمع، يعني تغيب عن المجتمع الذي يعيش فيه، يظن أن الشمس لن تسطع على الحياة مرة أخرى. في بعض الناس هكذا.
وتعاملك مع كثير من الناس يحتاج إلى حنكة ويحتاج إلى إلى صبر. بداية من تعاملك مع الوالدين، تعاملك مع الزوجة، تعاملك مع الأولاد، تعاملك مع عامة الناس، تعاملك مع إخوانك المسلمين، تعاملك مع غير المسلمين، كل هذه الأمور تحتاج منك إلى الصبر. يصبر الإنسان على والديه، ولذلك الله سبحانه وتعالى أوصى بهذا الأمر: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قد يضيق بعض الأولاد مثلا بكثرة متطلبات الآباء والأمهات أو بكثرة النفقة عليهم، لذلك الله سبحانه وتعالى وضع لنا هذا المنهج التربوي أمام أعيننا. أنت عارف الإنسان لما يكبر يعني تكثر متطلباته وتكثر يعني مشكلاته الصحية إلى آخر هذه الأمور، ولذلك الله سبحانه وتعالى طلب الإنسان بعدم الضجر أو الملل: فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف، يعني لابد وأن تصبر عليهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أن يصبر الإنسان على زوجته وتصبر زوجته عليه، يعني لا تخلو حياة زوجية من المشكلات ومن المناقصات، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: فإن كرهتموهن، يعني بعد أن قال وعاشرهن بالمعروف، لابد أن يصبر الإنسان، يعني كما قال الإمام الغزالي عليه رحمة الله في كتاب الإحياء: وليس المعاشرة بالمعروف أو ليس حسن الخلق مع الزوجة عدم إيذائها، وإنما احتمال الصبر عليها. هذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف: إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ربما هذه الزوجة التي تكره منها بعض الجوانب الله سبحانه وتعالى بسببها يفتح عليك في 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 في, في أولادك، يفتح يبارك لك في 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 في, في عملك، إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر. بمعنى أن الزوج لا ينظر فقط إلى العيوب والسلبيات التي في زوجته، وإنما إذا نظر إلى عيب من العيوب يعني ينظر أيضا إلى الإيجابيات وينظر إلى المميزات التي في زوجته، ولا يتعمد فقط النقد الهدام ولا يتعمد فقط النظر إلى العيوب. وكذلك الزوجة حينما تنظر إلى زوجها تنظر إليه من منطلق المميزات والإيجابيات ولا تنظر إليه من منطلق السلبيات والعيوب. إذا حدث هذا في الأسرة يتخطى الزوج وتتخطى الزوجة مشكلات الحياة الزوجية ويسران معا إلى الأمام. هذا هو معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها رضي منها آخر. يبقى الصبر، ولذلك الرسول لما صلى الله عليه وسلم لما أوصى الزوجة بطاعة زوجها والصبر على زوجها، يعني أعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم أن مصيرها الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسان، يعني صلت الخمس فروض، وصامت شهرها، يعني صامت شهر رمضان، وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها يوم القيامة: ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. يعني جعل الله سبحانه وتعالى وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة الزوج مع الأركان الكبرى، مع الصيام ومع الصلاة ومع حفظ الفرج. إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها ادخل الجنة. فأطاعت زوجها يعني صبرت عليه وصبرت على متاعب الحياة الزوجية، فكان الجزاء أن الله سبحانه وتعالى أدخلها الجنة يوم القيامة من أي أبواب الجنة تشاء. وفي المقابل أمر الزوج أيضا أن يصبر عليها وأن يعاشرها بالمعروف، لأن الحياة هكذا. يبقى إذن الصبر على الناس بداية من الصبر على الوالدين والصبر على الزوجة والصبر على الأولاد والصبر على تربيتهم، إن عملية التربية ليست عملية سهلة ويسيرة. ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى يوم السبت الماضي في 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 درس السبت كنا نتناول هذا الأمر، لو كيفية تربية الأولاد تربية إسلامية، وبمشيئة الله سبحانه وتعالى نواصل الحديث فيه غدا بمشيئة الله عز وجل كما وعدنا الإخوة الذين حضروا معنا في الأسبوع الماضي. يعني موضوع التربية مش موضوع هكذا،
موضوع يحتاج إلى صبر في أنك أنت تسمع الكثير من الأمور التربوية أو تقرأ في هذه المجالات حتى يخرج الأولاد بفضل من الله سبحانه وتعالى ويصبحون قرة عين لك ويصبحون صدقة جارية لك بعد مماتك، كما أسلفنا ذلك في المحاضرة في يوم السبت الماضي. فإذا الصبر على الأولاد والصبر على متاعبهم والصبر على نفقاتهم، كل هذه من الأمور التي يحتاج إليها المسلم حتى يكون ممن قال الله سبحانه وتعالى فيه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر على الأقارب والأرحام، في بعض الأقارب سبحان الله أنت تصل وهو يقطعك، أنت يعني تتقرب إليه وهو يبتعد عنك. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. ومع ذلك أنت تصبر عليه، تصبر حتى لا تكون من الذين قطعوا أرحامهم فيقطعهم الله سبحانه وتعالى. فعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هو يبتعد ومع ذلك أنت تتقرب إليه وتتودد إليه، لماذا؟ أنك أنت تريد أن تصبر، تصبر عليه وتصبر. ما هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، يعني أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أن تصبر على أقاربك وأرحامك، أن تصبر على جيرانك، أن تصبر على المعاملة الإسلامية مع غير المسلمين، كل هذه يعني بتدخل في نطاق الصبر في تعاملك مع الناس. ولكن المجال الأكبر للصبر هو صبرنا على الابتلاءات والمصائب التي تواجهنا في حياتنا، الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى المؤلم. وهذا ما ينصرف إليه ذهن المسلم مباشرة حينما يسمع الحديث عن الصبر، لا يظن أن الصبر فقط إلا على المصيبة، لا، الصبر على المصيبة يعني ده نوع من أنواع الصبر. ولأن إحنا ذكرنا في أنواع أخرى: الصبر على الطاعة، الصبر على طاعة الله، الصبر على معصية الله، الصبر في التعامل مع الناس. الصبر على المصيبة أي نعم هو جزء كبير أو نوع مهم من أنواع الصبر في حياتنا، لأن أي إنسان فينا لا تخلو حياته من مشكلات ومن متاعب، فبالتالي لابد أن يضع هذا الأمر في ذهنه: لقد خلقنا الإنسان في كبد. الأمر الثاني: حتى يستطيع أنه يصبر على أي مصيبة تقابله في حياته، سواء كانت هذه المصيبة مثلا قلة العمل أو طرد من عمل أو مشكلة في الأوراق أو مشكلة في كذا أو مشكلة في كذا، أن يعلم أن أي شيء في حياته هو أن الله سبحانه وتعالى يملك التصرف فيه. ولذلك أنت حينما تبتلى بأي شيء لابد وأن تقول مباشرة: إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني أنت وأهلك ومالك وأي شيء في حياتك هو في الحقيقة ملك لله سبحانه وتعالى، فطالما أنه ملك لله فالله سبحانه وتعالى له حرية التصرف في ملكه. ولذلك أنت تقول إن يعني إن لله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. نقص الأموال ممكن يكون مثلا مصيبة تحدث في الأموال، في العقار، في أي شيء، ممكن يكون نقص الأموال قلة عمل، ممكن يكون نقص الساعات التي تعملها، دي كلها اسمها نقص في الأموال. الأنفس مثلا أن يتوفى عزيز عليك، يتوفى مثلا أبوك والدتك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم جميع أموات المسلمين، يتوفى ابنه، دي كلها اسمها نقص في الأنفس، نقص في الثمرات، في ربما تحدث مثلا مصيبة في الزروع أو في الثمار إلى آخره. فماذا يقول الإنسان؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فطالما قال إنا لله يعني أسند ملك الأمور في الحقيقة لله سبحانه وتعالى، وطالما أنه ملك لله فيرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى ويصبر على قدر الله عز وجل، ويعلم أنه إلى الله عز وجل راجع. وحينما يقول إن لله وإنا إليه راجعون، زادنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. حينما تقول إن لله وإنا إليه راجعون: اللهم أجرني في مصيبتي، يعني يا رب هذه المصيبة التي أنزلتها بي أجرنا عليها. متى تؤجر على هذه المصيبة؟ حينما تصبر. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه ليه السخط. يعني أنت تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يأجرك على هذه المصيبة،
فالله سبحانه وتعالى يعطيك عليها الأجر والثواب حينما تصبر، ولكن إذا تسخطت على قدر الله وتسخطت على قضاء الله، الله سبحانه وتعالى يسخط عليك، يحرمك من الأجر ومن الثواب، وفي نفس الوقت يسخط الله سبحانه وتعالى عليك لأنك لم ترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك أول ما تنزل مصيبة بالإنسان ينبغي عليه أن يقول مباشرة: إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. يعني أنت تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يأجرك على المصيبة، وفي نفس الوقت أن يبدلك الله سبحانه وتعالى أفضل يعني من الشيء الذي أخذه منك. وحينما تقول هذا الأمر في أول نزول المصيبة، كما قال رسول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام البخاري لما بيقول: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني في أول الصدمة وفي أول نزول المصيبة ينبغي أن يصبر الإنسان ولسانه يتذكر هذا الذكر الذي ورد في قول الله سبحانه وتعالى، ورد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. حينما تقول هذا تأكد أن الله سبحانه وتعالى سيبدلك فعلا خيرا من المصيبة التي نزلت بك. وعندنا يعني وقائع كثيرة حدثت في تاريخنا وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن من قال اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، الله سبحانه وتعالى أخلف عليه أفضل مما أخذه منه. يعني مثلا قصة السيدة أم سلمة رضي الله عنها، كان زوجها أبو سلمة من كبار الصحابة وكان يعاملها بالمعروف كما أمر الله سبحانه وتعالى، ولما توفي زوجها يعني أمرها من حولها أن تقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فهي أم سلمة رضي الله عنها يعني ظنت أنه ليس في الحياة أفضل من أبي سلمة، زوجها وعاشرها بالمعروف وتعامل معها بالحسنى، فظنت أن الحياة خلاص يعني حينما مات زوجها انتهت الحياة بالنسبة لها، هي تصورت هكذا، ولكنها استسلمت لقضاء الله سبحانه وتعالى ولقدر الله عز وجل، وقالت: إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. أتدرون يعني من الذي تزوجها بعد زوجها حينما قالت واخلف لي خيرا منها؟ تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده أفضل من أبو سلمة ومن كل الصحابة، صح ولا لا؟ إذن معنى ذلك أنها لما قالت واخلف لي خيرا منها استجاب الله عز وجل دعاء. وأنا وأنت حينما ندعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء بعد نزول المصيبة، الله سبحانه وتعالى يخلف علينا خيرا مما أخذ منه. ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يختبر قدراتك، هل فعلا هتصبر ولا هتتسخط؟ هل سترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وترضى بقدر الله وتقول إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ولا ستتسخط على قدر الله وتقول لماذا أنا يا رب، لماذا أنا أبتلى وكل الناس معافون؟ لا، السيدة أبو طلحة رضي الله عنه في يوم من الأيام لما خرج من بيته مجاهدا في سبيل الله سبحانه وتعالى ورجع إلى زوجته، وكان ابنه قد مات وزوجته لم تخبره، ولما عاد إلى بيته يسأل زوجته عن ابنه، فقالت له قد هدأت نفسه وقرت عينه، لم تقل له أنه مات، إنما هدأت نفسه، ما خلاص مات يعني استراح بقى من الدنيا يعني بالكناية هكذا، ففهم منها أنه بصحة جيدة. المهم بعدما يعني أحضرت له العشاء وفي نفس الوقت يعني تزينت له وعاشرها كما يعاشر رجل زوجته، أخبرته بعد ذلك كله، شوف يعني صبر المرأة، أخبرته بأن ابنه قد مات وأن الله سبحانه وتعالى قد أخذ عاريته التي أعارنا إياه، يعني فهمت أن الأولاد هم ملك لله سبحانه وتعالى، فحينما يأخذ الله سبحانه وتعالى شيئا فإنما أخذ الله سبحانه وتعالى ما أعطاه لنا. فطبعا غضب من هذا الأمر، كيف أنه أكل الطعام وواقعها وبعد ذلك يعني جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، حدث كذا وكذا وزوجتي قالت لي كذا وكذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في ليلتكما، أصبر، قل إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبات واخلف لي خيرا منه. الله سبحانه وتعالى أخذ منه ولد، عارف الراوي لهذا الحديث يقول: فمن الله عز وجل عليهما بتسعة من الأولاد كلهم قد قرأ القرآن الكريم. يعني أخذ منه واحد أعطاه تسعة،
يعني إذا معنى ذلك أن المؤمن لا ينظر إلى المصيبة على أنها نهاية الحياة، وإنما ينظر إليها على أن هذه نعمة من الله عز وجل ساقها إليه. إن صبر عليها كان الثواب العظيم والأجر من الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يخلف عليه خيرا مما أخذ منه. لكن شريطة أن يصبر وأن يقول إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، لأن سخطك لن يزيل المصيبة وإنما سيحرمك من الأجر ومن الثواب. وبعدين الذي ابتلاك هو الله سبحانه وتعالى، هو أرحم الراحمين، أرحم بك من أمك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من الوالدة لولدها، ومع ذلك ابتلاك. ابتلاك لماذا؟ هل ابتلاك ليعذبك؟ هل نزلت بك هذه المصيبة لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعاقبك؟ ده هو أرحم بك من أمك كما قال رسول، إنما ابتلاك لكي يسمع تضرعك إليه، لكي تعود إليه، لكي يسمع أنينك وشكواك وتقول يا رب أنا لك، أنا منك لك، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. عندئذ يكفر الله عز وجل عنك السيئات، يرفع لك الدرجات، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. هذا هو الصبر أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما تصبر هكذا اعلم أن الصبر له ثمرات عظيمة ومرجوة عند الله سبحانه وتعالى. منها من هذه الثمرات التي يعني التي تنالها بصبرك على الابتلاءات والمصائب أن تعلم أنك في معية الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى معك، كما قال الله عز وجل: إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين، يعني معك يعينك ويقويك، استعن بالله ولا تعجز. أيضا أن الله سبحانه وتعالى يعطيك على صبرك الأجر بغير حساب. قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني لم يقل الله سبحانه وتعالى سنعطيك 100 حسنة ولا 300 ولا 400 ولا 1000 ولا قناطير مقنطرة من الحسنات، لا، بغير حساب، يعني أجر مفتوح على قدر صبرك وعلى قدر تحملك يعطيك الله سبحانه وتعالى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وتكون من الفالحين، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر يضيء لك حياتك ويجعلك تهدأ حتى تستطيع أن تحل المشكلة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء. ضياء بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يضيء لك، ينور لك في الحياة، لأنك أنت سبحان الله حينما يغضب الإنسان ويتسخط كيف سيحل مشكلته؟ لذلك حينما يكون الإنسان ثائرا غاضبا بتصدر منه يعني أقوال وأفعال يندم عليها من بعد، ولذلك أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بقول: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، اصبر. ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يتمالك نفسه عند الغضب، كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. الصبر أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعمة، والله نعمة من الله سبحانه وتعالى. وإلا ما الذي يجعلك تصبر على كل هذه الأمور التي ذكرناها؟ تصبر على زوجتك، تصبر على أولادك، تصبر على عملك، تصبر على غربتك وهجرتك، تصبر على بعدك عن وطنك. الصبر كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أفضل نعمة يمن الله عز وجل بها على الإنسان أن يجعله الله سبحانه وتعالى من الايه؟ من الصابرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصابرين، كما نسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأجر بغير حساب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.